التبرك بالقبور. فمن المعلوم أن العبادة حق الله تعالى، لا يجوز عقلا ولا شرعا أن يصرف عبد من عباد الله جل وعلا عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله جل وعلا، وإن صرفها لغير الله وقع في الشرك. فالقاعدة العامة التي تكلمنا عنها، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، وهذا أمر لا كلام فيه ولا ريب فيه بحال من الأحوال. أقول قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليمي من مالي ما شئتي، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. لأن الله تعالى خلقهم ليعبدوه ويفردوه بإيش؟ بالعباد. أنا لا أغني عنكم شيئا، لابد أن تؤدوا العبادة على وجهها. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مسألة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد بينا أمس أن التبرك مشروع، والتبرك المشروع التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، بعرقه، بثيابه، بكل آثاره، بأبيه وأمه. ونقلنا عن ذلك تبويب البخاري وتبويب مسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم في التبرك بأثار النبي. وأحمد أيضا كان في المحنة، كان يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا على مسألة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا التبرك سبيل إلى الغلو، التبرك سبيل إلى الغلو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولما دخل على القوم فقالوا إن أنت سيدنا، قال إنما السيد الله. فقالوا أنت خيرنا ابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولما قالوا يا رسول الله مروا على قوم ينيطون أسلحتهم على الشجرة يتبركون، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. في أول الحديث فيه إيش؟ فيه الاعتذار بأنهم قالوا كنا إن قوم حديث عهد بكفر أو حديث عهد بإسلام، يعني لا نعلم مسألة التبرك نجهلها. فلما قالوا ذلك النبي ماذا قال؟ شوف هنا الحرقة، وهذا الذي قلته الحرقة على جناب التوحيد، تضطر الإنسان أنه يشتد على أي أحد من أجل الحرقة على جناب التوحيد، وهم لا يريدون ذلك، لا يريدون يعني أن يظهر المرء أن المسألة عظيمة ليست هينة، بل والله مسألة القبور وفتح الأبواب لتعظيم القبور أشد من شرب الخمر والزنا والسرقة مجتمعة. فمسألة القبور وتعظيم القبور وتعظيم المقبور هي وسيلة إلى الشرك بالله جل في علاه، وهذا أظلم الظلم وأعظم الذنب. وأنا صدرت الباب في الهيئة التشكيلية لمسألة الدرس، هو إيش؟ قضية الكون الكبرى توحيد الله سبحانه جل في علاه. ولذلك نرى بأن مسألة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو التبرك بتراب القبر، التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بتراب القبر، أنها بدعة. نعم، يقول إنها دين بالآثار. طيب هل أنا أجبت في شيء؟ أنا ما أجبت في شيء، اعترضت عليه في هذا إنما دين الآثار، وثبت على أن الشيخ محمد عبد الوهاب إيش؟ مجدد، وقلت هو مجدد، فلن يلتمس هذا الغرض. المقصود هنا مسألة التبرك بقبر النبي، التبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة عظيمة. وهذه المسألة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نهى عنها الأخيار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. فالتبرك بقبر النبي، التبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة شنيعة، بل تقال كبيرة من الكبائر، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لم نجد واحدا من صحابة رسول الله، لا أبو بكر الذي هو سيد الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين كما قال النبي الأمين ما طلعت الشمس وما غربت، على خير من أبي بكر
بعد الأنبياء والمرسلين. كفأ بأبي بكر فخرا أن الله اصطفاه وحده ليش؟ لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كفأ لأبي بكر فخرا أنه أنزل في 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 مدحي آيتين ليوم الدين تقرآن، أربع آيات نتكلم يعني قرآنا يتلى. قال ولا يأتري أولو الفضل منكم والسع، وأيضا في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن، باتفاق أن الصاحب هو من ردا على الرافضة الذين يقولوا لا ليس هو من الرافضة، ما استطاعوا ذلك، ما استطاعوا الإنكار. فمنهم من قال نعم الذي كان معه في القبر هو رسول الله، هو أبو بكر، لكن هذه ليست إيش، ليست منقبة. لا، ما هو أنت أهل البدع في هذا الباب ماذا يفعلون أهل البدع؟ ماذا يريدون أهل البدع؟ ماذا يريدون؟ يريدون رد الحديث كلية، وإلا بالطعن بقى في الرواة المرد كلية، أو إثباته مع إيش؟ التحريف، ليس تأويلا، التحريف، أو التحريف أو الطمس باللعب على الناس، وده اللي بيحدث. وقالوا نعم، كان ماشي في الشارع وجد واحد اسمه أبا بكر فأخذوا معه كخادم ياخده. يعني المسألة مش مرتبة من الله من أجل أبي بكر. تفضل. يعني هذا هو الكلام في هذا الباب.